كلنا زي ما شايفين الأيامات دي في مشاكل في الفيضانات، فنناشد المواطنين بأنه دايما يبتعدوا لنا عن الأماكن اللي فيها الأسلاك الكهربائية والأعمدة، الأماكن اللي فيها الأنقاض. الأفضل دايما الناس ما تمشي بنفسها براها، إذا احتجت تاخد أي حاجة يا حبذا تكون مع الدفاع المدني. في حالة الأنقاض برضو في أي نوع من الإصابات أو جروح أو أي شيء، يا ريت الناس تتوجه لنا لأقرب نقطة علاجية أو مركز صحي أو مستشفى، الحاجة الأقرب لك أفضل حاجة تمشي لها على السريع. برضو من نشد المواطنين الأيمان دي دايما يعني ملاحظين إنه في الفيضانات الأوساخ والمية اتخلطت لنا مع بعض، فأفضل حاجة نبتعد من الأماكن دي خالص قدر الإمكان. في حالة الأكل والشراب، في المية مثلا ممكن نضيف لها الكلور، يا ريت نغسل المواعين كويس، الخضروات نغسلها كويس، الأكل يكون طهي 100%. برضو كمان بنلاحظ إنه الأيامات دي في انتشار للعقارب والثعابين، في حالة الإصابة برضو يا ريت نتوجه لأقرب مركز للعلاج. بالنسبة للأمصال بتاعة العقارب والثعابين بنلقاها متوفرة في المراكز الصحية الحكومية والمستشفيات الحكومية، يعني دايما زين امشي لغرفة الحوادث بتلقى العلاج إن شاء الله. برضو بالإضافة لذلك في توفر بتاعها بنلقاها متوفرة داخل صيدليات الصندوق القومي للإمداد الطبية. الإمداد الطبية عندها 5 أفرع، ابتداء من الفرع الرئيسي بتاعها اللي هو صيدلية الشهيد أحمد حسن في السجانة، فاتحة شريك جنب ميدان المولد، بتشتغل 24 ساعة. الفرع الثاني بنلقاه في الشهداء برضه بيشتغل 24 ساعة. الفرع الثالث بنلقاه داخل السلاح الطبي على الجهة اليمين اللي هو قبل مستشفى الأسنان، ده بيشتغل لحد الساعة 11 بالليل من 7 صباحا ل 11. في فرع ثاني اللي هو في بحري جنب مستشفى بحري القديم، مستشفى أو مستشفى التعليمي، برضه بيشتغل 24 ساعة. الفرع الخامس والأخير في الكلاكل اللفة القبة جوار مصرف المزارع. بالنسبة لحاليا نحن داخل غرفة التحكم أو الغرفة بتاعة مراقبة المخزون داخل الإمدادات الطبية، الغرفة دي بنلقى فيها التحكم الرئيسي بكل مجريات اللي بتحصل داخل الإمدادات، ابتداء من مدخل الدواء لحد ما يخش لحد ما يطلع لنا بفواتير. دي واحدة من الشغل بتاعها. تاني حاجة بنلاحظ إن هي بتقيس لنا أو بتعمل لنا كنترول على درجات الحرارة داخل المخازن أو المستودعات في الصندوق. المستودعات في الصندوق بنلقاها مقسمة لنا لزون أو لمناطق صغيرة، كل منطقة عندها جهاز بتاع تعقب أو جهاز بيورينا إذا حصل أي انخفاض زيادة أو انخفاض في درجات الحرارة بيقوم طوالي بينبه لنا الدكاترة الشغالين في غرفة التحكم. التنبيه ده أول حاجة بأول ربع ساعة، إذا في الخلفية ظاهرة أول ربع ساعة بنلاحظ في خطوط باللبن، أول ربع ساعة الخط بيجرينا زي أصفر، إذا اتعالجت مرات بتكون مثلا في تلاية فاتحة في حاجة بالشكل ده، اتعالجت بسرعة بيقفل الإنذار. إذا الإنذار استمر أكثر من ربع ساعة حتى هنا في تلفوناتهم الشخصية الإنذار برضه بيظهر لنا. الإنذار ده ما بيقيف من التلفونات أو ما بيقيف من الرننج إلا تتعالج المشكلة علاج جذري من الآخر. حاليا مع الأمصال والفيضانات والحياة دي بالجد عندنا مشكلة بتاعت توفر بتاع عملة صعبة بالنسبة للإمدادات، ده شوية عامل لنا شح عموما في توفر العملة في توفر العلاجات. طيب بنلاحظ إنه حاليا نحن بصراحة الإمدادات محتاجة، لحد الآن الديون بتاعت الإمدادات بتقدر ب 26 مليون يورو تقريبا، اتوفرت لنا من بداية السنة لحد الآن اتوفر 45 مليون يورو، حاليا عندنا 73 مليون يورو دي فواتير تحت التصديق، يعني المفروض لسه حاليا تجينا عملة صعبة عشان نجيب بها الفواتير اللي هي قيمتها آخر شيء 73 مليون يورو. شكرا لكم، دمتم بألف خير وصحة.